جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين، ولعل واحدة من أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة كانت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدأت خطواته التنفيذية في فبراير من عام 2022، وتم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي، وتم توقيع وثيقة التحالف من قبل ثلاث 23 جمعية ومؤسسة إضافة إلى اتحاد الجمعيات وفي الثالث عشر من مارس من عام 2022 انطلق التحالف الذي يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي التحالف يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 وعشرين اتحادا اقليميا وتعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية التحالف الهام أسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه وفي وقت لاحق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي وذلك تزامنا مع كون عام 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني وسعيًا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى النشاط التشغيلي. التحالف أطلق أولى مبادراته وصل الخير في رمضان بتكلفة ملياري جنيه حيث استطاعت المبادرة تقديم مساعدات إلى ثمانية ملايين أسرة مصرية مستفيدة كما أطلق مبادرة وصل الخير اثنين وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما عن غيرها هي إذن خطوات مؤثرة وجهود جهود كبيرة تبذلها الدولة في محاولة لتقديم المساعدة لكافه المواطنين المحتاجين وتوفير الحياه الكريمه لهم